مرحبا بحلقة جديدة من بعض العادات يلي انه استغربت عليها. كمان في شيء عندهم اسمه عيب. اذا شو عيب؟ اذا وانت عم تحكي مع شخص قربت عليه اكتر، يعني من لازم يكون في مسافة بينك وبين الشخص متر، ولما توقف تحكي معه هيك يعني بس تحرك تمك، اذا حركت ايديك فهذا شيء عيب، كثير عيب. استغربت انه هذا عادات عندهم عيب، انه ما صرت تقرب اكتر من متر يكون وجهك لوجهه، لا لازم تترك مسافة بينك وبينه متر، وحتى تحكي التمك بس يعني بصوت انه بحيث انه يسمع هو وتسمع انت فقط. بس اذا بتقرب انت اكثر من متر هو مستعد يبعد، وما عنده شيء عادي. يعني هي شغله معروفه انه لما يكون واقف لازم يكون في بيني وبينك سنتيمتر، انه حتى انه 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 تحكي لحتى افهمك او شيء. فاستغربت يعني لازم نقيسها لحتى نوقف نحكي معه. هي مو لقياس بس لازم تقدر تقدير. يعني انا استغربت من هالموضوع انه لهالدرجه معقوله حتى اذا بدي احكي معك لازم ابعد. فهيك عادات البلد انه لازم تبعد متر وتحكي معه وبدون استخدام الايدين. احنا عندنا والله العظيم بدي اقول لك رحنا ليك رجعنا وتعال ابوس وتقرب وترجع وبطريقه غير طبيعيه. يعني متعودين على الحماس على اكشن على اللايف هيك يعني. فاستغربت فحاولت من يوم الايام اني اوقف هيك واحكي مع واحد سوري احنا ما بحسن اذا ما حركت ايدي ما بحسن. يعني بحس هلا هو يعني بتحس انه الشخص اللي قدامك ما بفهم عليك، يعني حتى لو حكيت معه بتحس ما بفهم عليك ايام. فبتحاول له بايدك يعني رحت لهنيك جيت من هون لفيت هيك عند دوار في الدلي حاطينا عند الدلي رجعت. بس طلعت بنفس الموضوع فعلا اذا كنت انت ما بتحرك ايديك وعم تحكي معه بيتمك بس هو مستعد يفهمك، يعني ليش الايدين؟ فما بعرف. عادات وتقاليد، عاداتنا وتقاليدنا انه نحرك ايدينا. طبعا مو الكل بحرك ايده نحن عنا بس فئة كبيرة هي. فما بعرف انت فيك توصل المعلومة بدون ما تحرك ايدك ولا تحرك ايدك؟ ممكن في ناس تقلي كتير انا ما بحرك ايدي بس هن ما بنتبهوا على حالهم. يمكن تنتبهوا على حالكم لما تحكوا او بحوار او شيء. هلا انا فيني عادي انه حرك ايدي شوي مو كتير هيك ايام بشرح بيدي، فقالوا لي ناس انه انت بتحرك ايدك كتير، فقلت لهم لا انا ما بحرك ايدي. فبطلع على حالي بيني وبين حالي يا الله انا بحرك ايدي شلون بقول لا. فلا اعتياديا ما بعرف يعني بس بحس انه عادي. يعني اذا هيك بدي احكي مثلا كيفك ايه يعني بحس انه المعلومه بتوصل اكثر. فما بعرف انتوا شو رايكم، المعلومه بتوصل اكثر فعلا ولا نحرك ايدينا ولا بدون تحريك اليد؟ هلا هو نوع من نوع الاحترام اكيد اذا ما حركت ايدك وكنت بعيد عنه وعم تحكي بصوت يسمعك فهذا الشيء افضل وبدل انه على التفهم الاخر ويعني تقبلوا الموضوع. بس ما بعرف انا لهلا حاير انه لهالدرجه انه. فانت مع العادات الاوروبيه بهالموضوع وانا مع العادات العربيه بهالموضوع؟ ما بعرف اكتبوا لي بالكومنت لحتى اشوف الراي الاكثر منكم. تحياتي لكم وبشوفكم بحلقه جديده.